فكما تقبلتم الرب يسوع المسيح سيروا فيه متاصلين فيه ومتأسسين عليه ومعتمدين على الإيمان الذي تلقيتموه وفائدين شكرا إياكم أن يأسركم أحد بالفلسفة بذلك الخداع الباطل القائم على سنة الناس وأركان العالم لا على المسيح إخوتي أخواتي سلام المسيح وسلام الرب دائما معكم أخلاقيات مسيحية هذا هو موضوع حلقاتنا عبارة عن 12 حلقة بهال 12 حلقة رح نمشي على مواضيع جدا حساسة ولكن مواضيع حياتية من الزواج المختلط إلى موضوع الطلاق إلى تحديد النسل إلى القتل الرحيم إلى الانتحار إلى عمليات التجميل ورأي الكنيسة في هاي المواضيع كلها مواضيع جدا مهمة موضوع حياتيه وزي ما بقول القديس بولس مش لازم ياسرنا راي العالم الا ما لازم نسير مسيرتنا مع يسوع المسيح. فخلينا نمشي حلقه حلقه ناخذ موضوع موضوع نشتغل مع بعض تنفهم راي الكنيسه ونعرف كيف نمشي باخلاقيات مسيحيه مع المسيح في سيروره دائمه ومستمره لاجل الخلاص. إخوتي أخواتي الأعزاء سلام المسيح أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخلاقيات مسيحية الحلقة السابقة تحدثنا في موضوع قدسية الحياة وتطرقنا لموضوع الانتحار وتطرقنا لموضوع حكم الإعدام طبعا كل مواضيع تدخل في قدسية الحياة هذه الحلقة بدنا نكمل رح نكمل في موضوعين أيضا مهمين التبرع بالأعضاء والقتل الرحيم بس بدنا نبلش بالقتل الرحيم أخت سريدة بدنا نبلش معك اليوم القتل الرحيم القتل سلبي كلمة بحد ذاتها سلبية والرحيم إيجابي كلمة بحد ذاتها إيجابية كيف بلتي هالسلبي والإيجابي مع بعض وبيطلع عنا مشروع الإنسانية عمالها تتبناه هل هو سلبي هل هو إيجابي شو هو القتل الرحيم أخت سريدة معك شكرا أبونا على هاي الفرصة وعلى أنه عم نحكي في هاي الموضوع. القتل لحال هو الحد من استمرارية الحياة للإنسان والرحمة الرحيم هو رحمة تسامح بين الإنسان يعيش بحياة سؤالنا هو أي نوع حياة الإنسان بيعيش؟ نعم طبعا القتل الرحيم عالميا هو بيحكي على الحد من المعاناة، الانسان عايش نعم. حياة فيها معاناة مستمرة والمعاناة رايحة باتجاه سلبي أكثر أو إنه الانسان ما في عنده أداء وظيفي جيد بمعنى ما في عنده بدي أعطيك لما نقول معاناة، عايش في معاناة، هل تقصدي معاناة نفسية ولا جسدية؟ ممكن جسديًا، إحنا بنحكي على معاناة اللي هي أكثر صحية اللي وطبعا لها في مرافقه نفسيه يعني في الانسان عايش بوضع هالقد حاله صحيه فيها ميؤوس منها ونتيجة لذلك هو الإنسان مش عماله يقدر يتقبل هالوضع مش قادر يشعر بفسحة الأمل مش قادر نعم. يشعر أنه بعد في عنده إمكانية فهو شاعر أنه خلاص حياته عم تنتهي شوي شوي أو, أو في الحالة الثانية أنه ما في عنده هذا الإنسان سيطرة يعني ما عنده يقظة واستيعاب للحدث اللي عم بيصير معه بمعنى هو آه على ماكينات على ماكينات هو ما في عنده لا وعي ولا ادراك ولا استيعاب للحدث اللي عم بيصير معه لانه ما هو في عنده اداء وظيفي طبيعي انما هو مشغل على نتيجه انه في مياجن اللي هي, بت... اللي هي بتقوم بتمشي للحاكه الدموية وبتكمل احيائه والنفس واهل جرا يعني هذا بالنسبه نقول للمجتمع لعلم النفس كمان انه هذا هو عباره عن القتل الرحيم بالضبط هذا هو هل يعتبر ايضا القتل الرحيم اذا واحد عنده فقط معاناه نفسيه مش جسديه مش مرض ولا مش مرض جسدي انما مرض نفسي انه وصل لمرحله انه خلص هل يعتبر قتل رحيم ولا انتحار بهيك حاله لا هاي يعتبر انتحار لما الانسان هو بيقوم بالفعل نفسه اذا لا، هو بيطلب يبطل... آه، آه، يوصي آه، آه، الاخرين إن, إن يساعدوه في اي عمليه بندخل لكل قضيه انه سؤال هو باي اسلوب هل هو بيحط حد مره واحده ولا هو بيطلب بطريقه هي تدريجيه او بطريقه نعم. إيه معينه انه ينحط حد لحياته فهمت عليك ابونا برنار يعني احنا بنعرف الكنيسه الرحمه أه الكتاب المقدس يتحدث جدا عن الرحمه وكل اللي بدنا اياه كيف ممكن يكون في قتل رحيم كيف ممكن يكون هالمعاناه اللي تفضلت فيها الاخت سريدة بالذات المعاناه الجسديه الانسان العايش على الماكينات اللي ممكن فيش امل حتى من علاجه اللي الامراض عنده مش رحمته نهائيا انه نقول نطفي الماكينه او الانسان اللي ممكن عامل حادث معين وصار عنده شلل كامل في جسمه ولكن عنده ادراكاته العقليه اللي يقول انه انا بديش اعيش اكثر خلص كيف ممكن يكون هذا كنسيا مقبول او هل مقبول ولا مش مقبول؟ شو راي الكنيسه في القتل الرحيم؟ اكيد بنبلش بالم... على المنطلق او في المستوى الانساني، ما في شيء اصعب من انه نختبر اشخاص نحن بنحبهم بعنولنا نشوفهم بتالموا، الالم خبره مش بس صعبه للانسان اللي بعيشه انما كمان للاشخاص اللي عم بيرافقوا هذا الانسان المتالم وفي الم بنشوف انه في لها يعني هو الم مؤقت يعني الواحد بتوجع بتالم اثناء علاج معين من اجل انه هو يصير احسن ولكن في في كمان حالات وين الالم عم مش عم من اجل هدف علاجي يعني انه الالم موجود مثلا في نهايه مراحل السرطان وانه مؤلم جدا ولكن الانسان ساير تجاه الموت يعني نعم. فبيضل السؤال طيب اذا انا مش قادر اساعد هذا اللي عم بحبه اللي بحبه انه اخفف المه لانه مش قادر اشيل المرض اللي فيه هل ممكن انه اعمل اشي حتى ارحمه من هاي الناحية انه انهي المعاناة اللي هو بعانيها والسؤال هنا اكيد موضوع انه انا ما بقدر احط حالي مكان الله يعني الإيمان المسيحي هو مبني على أن يسوع المسيح ما خلصنا بتبشيره ما خلصنا بالمعجزات اللي عملها خلصنا وهو يعاني آلام الصليب وهذا الآلام هو آلام خلاصي الإيمان المسيحي يحط قيمة على الالام اللي الانسان بتألمه في حياته اللي خلى القديس بولس يقول انه اكمل وفي جسدي ما نقص نعم. من الام نعم. المسيح نعم. مش لا, ي... لا معنى انه لا بمعنى انه المسيح كان ناقص شيء من الامه انما كيف انا بدي اشارك المسيح في الامه هو هو من خلال الالام اللي انا بعيشه في حياتي فبالتالي الايمان المسيحي مبني على انه يكون في قيمه إلى مش بس حياته إنما حياته في الضيق والرخاء في المرض وفي الصحة يعني إنه في كل الحالات الممكن ممكن يعيشها الإنسان إنه يشارك يسوع المسيح يشارك الله في الحالة اللي هو عايش فيها هذا من هذا المنطلق الكنيسة بدأت تحافظ على قدسية الحياة بتحافظ على الحياة من اللحظة الأولى في تكوين الطفل في بطن الأم تكوين الجنين إلى آخر نفس بالتالي بتحافظ على الحياة وبتطالب على المحافظة على الحياة في كل مرحلة من مراحل الحياة الطبيعية اللي هي جزء لا يتجزأ منها الموت الموت هو شيء لا مفر منه وأنه الواحد يموت بكرامته لا يعني أنه يموت بالشكل اللي هو بيختاره إنما يموت هو متحد في الله تعالى هيك الموت الكريم آه. أبونا الإنسان اللي يعني في أطباء بحالات كتير مش قليل يعني بيجوا بيقولوا احنا هون خلصنا ما علينا ما فيش إشي نقدر نعمله بعدين نعم. ممكن يعيش على هاي الماكينه اسبوع يومين ممكن شهر ممكن شهرين ممكن سنه ممكن سنتين نعم. هل يضلوا على الماكينه عباره عن بني ادم لا عنده قدرات ولا عنده امكانيات ولا عنده اي شيء من هذا النوع ولا هل نطفي الماكينه عليه شو راي الكنيسه بهذا الموضوع الكنيسه بتعمل هون تمييز بين الإشي اللي هو إجراء اعتيادي بسميه ordinary intervention والإجراء الفوق الاعتيادي أو الغير الاعتيادي اللي extraordinary intervention اشرح لنا يعني لما بنحكي عن ordinary intervention إذا أنا عم باخد حبة دواء من أجل مرض موجود فيه أو عم باخذ دواء من أجل الضغط أو السكري زي كثير من الناس نعم. اللي عم بيشاهدونا، نعم. إنه الواحد ما دام هو على قيد الحياة له حق بإنه ياخذ هاي الأدوية من أجل العلاج، له حق إنه ياكل، له حق إنه يشرب، له حق إنه يتنفس، أن يكون نظيف ومهتم فيه، إنه يكون في مرافقة للإنسان المريض، هاي الحقوق الأساسية اللي بنسميها الإجراءات الطبيعية للإنسان، نعم. اللي لا يجوز أبداً ينتزع منه يعني ما ما بنقدر نوصل من ناحيه كنسيه انه نقول اليوم بدي اوقف دواء ضغط عن فلان أه. لانه هو مريض لانه هيك هيك ميت فبالتالي انا بسرع الموت او مثلا اعطيه ابطل اهتم في نظافته البدنيه فبالتالي ببلش يصير في عنده حالات وين وين جسده مش نظيف وبصير عنده التهابات وبالتالي بتفاقم المرض وبموت هذا مخالف الى الى شريعه الحياه إلى الأخلاق المسيحية أو أنه يكون في عنده مثلا أنبوب للتغذية وأنا أقول خلاص بديش أنه يضل يتألم فبشيل أنبوب التغذية هذا مخالف إلى الحياة ما دام أنه مو التغذية موجود ما هو قادر يبلع ما دام هو قادر انه واعي انه يقدر ياكل ويشرب والامور هاي كلها هذا لازم يؤمن له هلا من ناحيه الغير الاعتيادي التدخل الغير الاعتيادي في هناك اجراءات وعمليات مع تطور الطب اللي هو نعمه في كثير من الاحيان هو كمان مرات بحط على عاتق الانسان الم كثير كبير اللي هو من ناحيه اخلاقيه مش شرط اني انا اباشر فيها اعطيك على سبيل الافتراض او مثل لما يكون في شخص مريض بالسرطان وأعطوه علاجات أولية ولقوا أنه العلاج مش عم بجيب نتيجة أنه يجي هذا المريض ويقول أنه أنا بديش أكمل في العلاج هذا مش مخالف إلى شريعة, شريعة الحياة لأنه هو حاول وما أدى إلى نتيجة كمان مثل لما واحد يكون عم بعمل غسيل كلى وهو عم عم عايش بسبب الغسيل الكلى، المبدا هو ما دام انه بدا الشيء ممنوع انه يوقف عنه الا مثلا لسبب معين، مرات حرام بصير آه يعني تسديدات في الشرايين نعم، وببطلوا يقدروا يعملوا نعم. هاي الاشياء او اذا في تفاقم في الحاله الكنيسه ما بتطلب منك انك تضلك انت مستمر في المعاناه مهما كلف الامر، لا بضل الانسان قادر انه ما دام هو قادر ان يميز ويقرر في لحظه وين الكنيسه بتقول هذا التدخل غير الاعتيادي هو مش مفروض عليك اخر مثل وبنهي في في هذا الموضوع انه شخص موجود على الاجهزه وهذا كثير سؤال هذا يطرح السؤال كتير وارد، نعم. يطرح على الكهنه خاصه على العلمانيين يعني هل نقدر نشيله عن الاجهزه ولا لا المبدا بقول انه مجرد ما هو نحط على الاجهزه وفي هدف علاجي يعني في تحسن او في بوادر تحسين انه ممنوع نشيله عن الاجهزه أو ممكن إنه هو يكون في كامل وعيه ويقول إنه إذا صابني أنا شيء معين ما بدي أنحط على الأجهزة، هذا برضو من حقه المريض. آه يعني ممكن إني أسبق الأحداث مثلاً نقول أكتب في وصية نعم. لأبنائي نعم. إنه أنا بحالة إنه فرضاً صار حادث جلطة أو جلطات أو أي شيء أمراض بدكم تضطروا تحطوني أعيش على الجهاز بترجاكم ما تحطوني نعم. بت يعني اخلاقيا مسيحيا هذا مقبول لانه بيجي في اطار الاجراء الغير الاعتيادي او غير فوق الاكسترا اوردينري ميجرز يعني أه. فبالتالي هذا بهذا المعنى انه مسموح لك انت كانسان عارف آه شو بدك آه مؤمن في في الشيء اللي انت بتامن فيه عايش اخلاقياتك المسيحيه انك انت تقدر تقول انه هذا الشيء ما بدي اياه لانه هذا انا مثل عشته بشكل مباشر يعني مع في على مستوى عائلي انه السيده اللي كانت مريضه كانت في عمر متقدم كان عمرها باخر ال وكانت دائما مريضه وعيانه ومش عارفين شو السبب واخذوها عند الدكاتره وما ضل في طريقه انه يعرفوا ايش سبب ارهاقها ومرضها اللي مش عم بيخلص آه. في الدكاتره قالوا احنا هيك خارجيه مش عارفين إشي بدنا نعمل عمليه نفتح ونشوف ايش في جوا بنتها مضت على العمليه وكل شيء تمام على اساس اليوم التالي اجى اليوم التالي اجت لقت امها قاعده على الكرسي في المستشفى ولابسه اوعيها ومحضره حالها بدها تطلع قلت لها ماما شو بتسوي قلت لها ماما انا عمليه مش رح اعمل قلت لها ماما بدهم يعالجوك قالت لها ماما انا مره كبيره ختياره عم بموت ايش بدهم يعالجوا فيي بدهم يطلعوني شقف عند ربنا خليني اطلع شقفه واحده ورجعت على البيت عاشت في بيتها اربعة اشهر من بعد اربعة اشهر اتوفت هلا هذه الانسانه مؤمنه وإنسانة المسبح ما كانش تنزل من إيدها وإنسانة ربت أجيال على الإيمان فيعني يعني نقول كنسيا كنسيا مقبول عملت صحبة بتخيل عملت يعني هي قررت إنه عم بتعيش مع ربنا بقول زي ما قلنا الكتاب المقدس إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت فبالتالي إن عشنا أو إن متنا فإننا للرب. فأنا للرب يعني في أشخاص بيوصلوا عندهم هاي الحكمة وين بقول لك انه انا وصلت آه هذا العمر نشكر الله على كل شيء اذا الله اعطاني مزيد من الحياه انا بقبل بسعاده ولكن اذا كمان عم بدعوني انه اكون معه في الابديه فبالتالي انا مستعد هذا هي علامه ايمان ما دام التدخل هو مش اعتيادي هو فائق فاق الاعتياد مثل عمليه جراحيه حتى يكتشفوا مش انه عارفين في مشكله معينه لا. وقادرين انه يعالجوها انما بدهم يفتحوا يكتشفوا الامور هاي كلها هي لها حق انه تقرر هذا الاشي جميل استاذ تامر ما حكيناش عن الموضوع القانوني القتل الرحيم قانونيا احنا في مجتمعاتنا الشرق اوسطيه شوي هذا كتير اقل يعني ولكن احنا عندنا كثير اكثر موضوع اللي تفضل فيه ابونا وتفضلت فيه اخت سريده انه انه نفصل الجهاز قانونيا حتى القتل الرحيم او فصل الجهاز او طلب انه يروح على دوله من دول العالم اللي عمالها تعطي الادويه لاجل انه الشخص يموت شو القانون بيحكي لنا عن هذا الموضوع؟ يعني اولا لازم يجب علينا ان نميز ما بين القتل الرحيم والموت الرحيم، في بعض الناس بيستعملوا كلمه الموت الرحيم، لكن هو فعليا معظم تشريعات العالم استخدمت كلمه القتل الرحيم. كلمه قتل في حد ذاتها هي يعني فعل يعاقب عليه القانون. في عن عملية قتل احنا الـ يعني الـ الامور القانونيه تختلف عن امور واصعب من الامور من ناحيه من يعني وجهه نظر قانونيه من كنسيه او عن المجتمع لانه احنا هون بنتحدث وجهه نظر واحدة هي كنيسه المسيحيه بشكل عام كيف تنظر للموضوع احنا الناحيه القانونيه نعم. بتنظر لعده تشريعات بتستمد هي من من الناس العاديين اللي هم مستمدين من الخلفيه اللي عندهم الخلفيه الثقافيه او الخلفيه الدينيه فبالتالي تختلف الامور ما بين الدول اللي بتتبع مذاهب معينه عن دول بتتبع مذاهب اخرى منفتحه اكثر نعم. ممكن طبعا القوانين الوضعيه كمان موجوده حسب المناطق يعني احنا الدول الشرقيه تختلف عن الدول الغربيه في هذا الموضوع لكن معظم دول العالم خلينا نقول نحكي دائما نحكي بشكل عام معظم دول العالم بتمنع القتل الرحيم لك هذا ممنوع لكن في بعض الحالات اللي سمح فيها في اتخاذ هذا الاجراء ضمن شروط معينه شروط مقيده مثل انه يكون هو طالب هذا الشيء ممكن يكون حالته ميؤوس منها يكون عنده ألم غير متحمل يعني لا يمكن احتماله ما في أمل في العلاج وأنه يتم تقدير موقفه او وضعه الطبي من قبل طبيب اخر غير الطبيب اللي مشرف على حالته حتى ما يكون في تعارض لانه في بعض الاحيان كانت يكون في صراعات ما بين شركات التامين والعائلات انه انتم شركات التامين عماله بتضغط على الـ على الاطباء على التكلفه آه. انه احنا عمال بكلفنا كل شهر مبلغ كبير من من الالاف الدولارات على سبيل المثال فبالتالي هون كمان بندخل في موضوع معين هلا النقطه المهمه كمان في موضوع ال القتل القتل الرحيم, الرحيم. امتى نحن بنعتبر انه هو انتهى الشخص ما في رجعه هل هو في وفاه جذع المخ يعني هي دقيقه جدا ولا وفاه القلب ولا التنتين في بعض الدول بتاخذ لك القلب اذا توقف خلص بالتالي انتهى الموضوع فبالتالي ما في مجال للرجعه في بعض الدول بتقول لك لا اذا جذع المخ توقف احنا هون بندخل في هذا هو... بعد عمليه القتل الرحيم أصلاً لا لا بق... قبل. قبل اه قبل هو آه هو كيف. على سرير الشفاء خلينا نقول او سرير المرض فهون عندنا في بعض الحالات انه والله مخ بتسمع بالمصطلح بيقول لك مخه وقف ما مخه مش بيشتغل القلب شغال بعض الدول بتقول لك في في حاله انه كان فقط المخ شغال والقلب مش شغال يعتبر هو شخص عايش ممنوع نقيم عنه الماكنات. الماكينات الماكينات فهون احنا بندخل في تفاصيل هذا هذا الموضوع هو بشكل عام موضوع جديد كتشريع، كفكرة موجودة من العصور الوسطى، كانوا يت... كانوا في عندهم نوعاً ما قتل رحيم، كانوا يقتلوا، كانوا آه يدفنوا في حالات معينة، في حالة مثلا واحد مريض، خوف من ال... ال... حتى انتقال الأمراض، كانوا يدفنوهم أحياء. هذا كان موجود، لكن احنا اليوم بآخر 20 سنة أو 25 سنة، صار في تشريعات تختلف من دولة لدولة. في اليوم صار في فلسفات أخرى كمان، يعني حتى يجملوا الموضوع في بعض الدول. اللي هو الامتناع عن تقديم العلاج مثل ما تفضل ابونا انه انا بطلب منهم بقول له انا بوصل مرحله ما ييس منها مثال يعني اكثر شيء ب... بالسرطان انا اعطوني ادويه مسكنات ما تعطونيش علاجات خليني شهرين ثلاثه هذه برضه في لها شروط معينه ومربوطه كمان في فتره زمنيه يعني في بعض التشريعات انه هل اكثر من ست اشهر او اقل من ست اشهر اذا اجوا الاطباء قالوا مثلا خلال ثلاثة اشهر او شهرين هذا ماكسيموم شهرين او ثلاث اشهر يتم التعامل معه غير انه يقول لا هذا ممكن سنه وسنتين لانه الموضوع مربوط كمان في التطور العلمي نعم. يعني موضوع شائك كثير لكن من ناحيه قانونيه بشكل عام ممنوع القتل الرحيم بشكل عام بشكل عام ممنوع القتل ممنوع القتل الرحيم. قتل الرحيم في استثناءات يعني زي ما تفضلنا لكن الموضوع يعني بده حلقات صراحه للنقاش في هذا الموضوع من ناحيه قانونيه نعم. نعم هون السؤال لك اخت سريده احنا بنحكي عن القتل الرحيم للي بده يموت مم. بس في شيء نقيض له وبعدين بدنا نسمع نصيحه منك الشراهه في الحياه الشراهه باللي بده يضله عايش بده يضله يتعالج بده يضله باحسن حاله ممكنه إيه شو بتحكي لنا هل هل يعني هون ال... هون الموضوع بيصير يعني عن جد النقيض له انه هل القتل الرحيم هل الشراهه يعني بفكر هم النقيدين ولكن اظن الفحوى الداخليه تبعتهم بتكون واحده هو هو يعني ابونا انت عم بتحكي على نفس المعيار احنا بنحكي على نفس المعيار الانسان اللي بده يحط حد لحياته والانسان اللي بدهش يموت يعني انسان كمان اللي هو بيشوف حاله يعني غير immortal يعني هو مش أوه. مش ممكن أبدي. يموت ابدا خلد هذا هي فكره من افكار الامراض النفسيه يعني وحده من الانسان اللي هو ما بشوف حاله مثل البني ادمين بشوف حاله بصفه اللي هو يعني مش زي باقي الاشخاص اللي جسده يتاكل جسده يتراجع انه هو بده يعمل كل شيء حتى يوقف العمليه انا بفكر هاي كمان قاعد على يعني كل هاي الاسباب او هاي السلوكيات هي لها خلفيات نفسيه قديش الانسان بيقدر يعيش بتوازن بحياته قديش بيقدر يعيش بتوازنات في قبول الذات حتى الإنسان اللي بده يعيش يحط حد لحياته أو يطلب بالوعي الذاتي إنه إذا أنا تعرضت حادث وكذا ما بدي أعاني وبدي أحط كمان هاي سيرورة يعني الإنسان يتصل لهذا القرار ده مش سيرورة هويني الإنسان إنه يكون عنده هاي الجرأة يقول أنا بديش أعيش مع معاناة أنا بديش أعيش آه مع أدوية أنا بديش أعيش على مياجن أنا بدي يكون عندي آه انسجام مع ذاتي ومع جسدي وما يكون عندي غربة على جسدي وما أتقبل جسدي بأوضاعه المختلفة كمان هاي فيها قول نفسي يعني كثير قديش إحنا بنقبل حالنا نكون ضعفاء قديش بنقبل نكون في مش بالشكل الأفضل لإلنا كل كمان قضية الشيخوخة اليوم في أمراض وراثية كلها بتشتغل على كيف نوقف الشيخوخة فقديش إحنا بنعمل تدخلات اللي هي بمحل معين علاجيا طبيا الاستمرارية الحياة وقدسية الحياة هي جيدة بس م. لما تصل لحد أكثر من لازم لأنها بدها يكون وكأني أنا بدي أخذ دور ربنا يعني في هاي الأمور هي صار فيها نوع من النرجسية صار في نوع من الأمراض النفسية الأخرى اللي أنا ما بقدر أني أتقبل إيش ممكن يصير في معي في جسدي وأعيش وأتعايش معه ده مصالحة مع الذات ومعها إنه وخ... إحنا, إحنا من آدمين حكينا في هذا الموضوع بحلقة من بالخلقات. الحلقات عم اتذكر شاعر بيقول لا تنتقدني في تجاعيد وجهي فكل تجعيده هي قبلة من الحياه لي فيعني انه حتى انه هذا جميل جدا انه الشيخوخه الكبر كله تصالح مع الذات حتى نقدر يا نكبر مزبوط يا ناخذ القرار الحقيقي لعلاجنا مزبوط يا انه ما نوصل لمرحله الشراهه في الحياه 100% ابونا بس هي بترجع لكل قضيه الفكره قديش انا اليوم بامن انه حياتي هي ملكي ولا ملك الله نعم. يعني هاي, جميل. هاي هي الفكره الاساسيه اذا انا انسان اللي عندي ايمان انه انا على هالارض موجوده بهالفتره هاي الزمنيه بس انا مش انا اللي بقرر حياتي لا انا قررت لحظه ولادتي ولا لحظه مماتي فهاي الانسان بيعيش بسلام اكثر مع الموضوع الصراع بيبدا لما الانسان بشعر انه انا اللي بدي اسيطر انا اللي الحياه انا ملكيه الحياه لا ربنا في قرار حياته اخوتي اخواتي الاعزاء بدنا نطلع على فاصل ترتيل وترانيم مع رباب زيتون المرنمه رباب زيتون في ترنيمه يباركك الرب وبعدين بنرجع تنكمل في مواضيعنا حول قدسيه الحياه اليه احوك ويهبك السلام اخوتي يا اخواتي الاعزاء رجعنا مع بعض تنكمل موضوعنا انتقلنا من موضوع القتل الرحيم بالترنيمة الجميلة اللي سمعناها من المرنمة رباب لموضوع ننتقل جدا مهم وهو التبرع بالاعضاء وهون في لبس كبير دائما في هذا الموضوع لانه ما عندنا كتير مرات تمييز ما بين التبرع بالاعضاء او التجارة بالاعضاء ومتى تكون تجارة بالاعضاء ومتى تكون تبرع بالاعضاء بدنا نبلش بوجهه نظر قانونيه، بدنا نبلش معك استاذ تامر. ما هو التبرع بالاعضاء او نقول متى يمكن التبرع بالاعضاء؟ افضل نقول متى يمكن التبرع بالاعضاء؟ وايش الحد اللي بيصير تجاره بالاعضاء؟ مسموح مش مسموح؟ اعطينا وجهه نظر القانون تعمل معروف. يعني برضه هذا الموضوع مهم وبرضه حديث هذا الموضوع، يعني برضه اخر 20 سنه عم بظهر على السطح انه الموضوع تبرع في الاعضاء والثقافة اللي اجت منها هذا كمان احنا كمان مجتمعاتنا خلينا الشرقية مش متقبلة فكرة انه يكون في تبرع للاعضاء فاحنا هون يجب علينا ان نميز ما بين كما تفضلت ما بين التبرع بالاعضاء والتجارة التجارة بالاعضاء هون احنا بنروح على موضوع جرم كبير بنروح على شيء يعاقب عليه القانون في اشد اشد العقوبات لانه هون احنا عمالنا بنحكي على استغلال اوضاع معينة لناس معينة سيئة فقراء بتم الذهاب لهم بتبرع في اثناء حياتهم بتبرعوا في كليه بتبرعوا ممكن في جزء من الكبد جزء من البنكرياس يعني الاشياء الاشياء اللي بتقدر يتبرعوا دون التاثير على حياتهم ومعظم هذه دل... العمليات اللي بتصير <applause> بتكون مش قانونيه وبالتالي هي بتصير في مستشفيات مش مرخصه او مش مجهزه وبكون في خطر اكثر على حياتهم وبالتالي هون بنتوسع من موضوع تجار الاعضاء ممكن لقتل لقتل في الموضوع لانه ممكن يتسبب فيها وفيات وهذا الامر يعني دارج في الفتره الاخيره خاصه في وجود حروبات في دول الشرق الاوسط اللي اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد وبالتالي صار الواحد يبيع اعضائه يعني وصلت مرحله لا انسانيه انه الشخص يبيع اعضائه وهذه من ناحيه قانونيه لازم احنا نميز ما بين هذا ونميز من بين النقيض اللي هو شخص بده يتبرع من تلقاء نفسه لانقاذ شخص اخر هون احنا ما بنحكي على نوعين من التبرع في عندنا تبرع اثناء الحياه اللي هو مثل تبرع بالكلام وتبرع في جزء من الكبد وهون على النقطه الاخرى اللي هي تبرع مع بعد الوفاه اللي هي بحالتين هذول ما فيش فيها مقابل مادي بدون مقابل مادي نعم. برضو القانون اشترط في الحاله الاولى انه يكون التبرع بالدرجه الاولى للاقارب حتى ما يدخلوا في مجال يكون في تجاره اعضاء مقنعه ضمن انه تجاره لكن هي تبرع ولكن في امكانيه لغير الاقارب كمان لا لا هو ابتداء بحط الشرط آه. الرئيسي انه يكون من الاقارب حلو. فبالتالي اذا في شخص موجود بحاجه الى كليه بيتم فحص الاقارب في مرحلة أخرى بصير إذا ما كانش في توافق من الأقارب بيصير في من المراحل الثانية وهذا كمان مسموح، لكن دائما في شروط وفي قيود على هذا الموضوع حتى لا ما شعرة بين التبرع والتجارة. حتى ما يكون في اي تجاره فكون في قيود شديده وفي طبعا اسئله وفي اوراق تكتب وفي تحقيقات يعني ممكن تكون يعني نوعا ما تحقيقات في المستشفى ليش انت بدك تتبرع شو الثقافه ويقعدوا معه شخصيا ويشوفوا الخلفيه الدينيه لإله هل هو فعليا بده يتبرع وهل هو وضعه الاقتصادي بيسمح له ولا هو هل هو فقير بده يتبرع ويعبر حاله يتبرع لكن هو راح يقبض يعني هذه النقطه المهمه هل بند اوراق قانونيه انه هو مش راح يقبض مصاري طبعا طبعًا, طبعا هذا مطلوب، لكن هو فعليا احنا على على الحقيقة ما اعظم ممكن يكون طبعًا, طبعا الموضوع، فهذه النقاط اللي اللي حددها القانون واشتغل على هذا الموضوع. النقطة اللي ما بتيجي ما بعد هي بتكون أهون لأنه لأنه فعليا هو يعني على الأغلب بكون متبرع، بكون من إرادته الشخصية أنه يكون في له وصية وبكونش وبكون هو مش تحت ضغط اقتصادي لانه هو خلص توفى no. بالتالي هو لا فعليا الموضوع انساني اكثر انه انا بدي اتبرع في اعضائي لانقاذ الاخرين وما في مكاسب يعني هذا الشخص ما عنده مكاسب وبالتاكيد ابوه ما راح يكون ماضي ماضي هو تحت ضغط من والده او والدته او اخوته انه انا بدي اتبرع فبالتالي هون القيود بتكون اقل على هذا أقل. الموضوع فلكن احنا بنرجع لموضوع انه ثقافيا الناس بتعتبر بت يعني هون تترك كوصية يعني نقول كوصيه اه كوصية قانونيه ووصية. كمان لازم قانونية تكون قانونيه ومسجله تكون في الدوله هذا آه يعني اللي مش وصيه مثلا مسجله عند مبلغ اهله لا ما يعني بالضبط مثلا واحد يقول يا جماعه اعرفوا انا اذا لا سمح الله ولما اموت ايش بشغل في جسمي بتقدروا تتبرعوا فيه هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار لا يؤخذ بعين الاعتبار لا لازم اكون بدا. كاتب وصيه عند حا... محامي او كاتب اليوم... عدل او لا, محكمة؟ لا لا اليوم لا لا اليوم معظم الدول في هذا الموضوع يعني ممكن كمان لك في كاتب عدل او وصيه في محكمه كنسيه هذا بيكون مسجل في الحكومة, في الحكومه او في, ال... في الدوله انه انا في حاله صار معي واحد اثنين ثلاثه آآ آآ بتم آآ يعني اخذي بتشريحي واخذ كل الاعضاء اللي ما في اعضاء بتظل صالحه اعضاء لا اذا طبعا كان في اشياء من صالحه وتم يعني استخدامها في انقاذ حياه الاخرين هل هذا ينطبق على الاعضاء الداخليه والخارجيه ولا فقط للاعضاء الداخليه يعني ممكن يقول انا ممكن اتبرع في دراع هل هذا ممكن يفيد ولا مش ممكن يفيد كمان هذه النقطة في يعني كمان هذه النقطة في خلاف قانوني في الموضوع يعني في بعض الدول بتحرم التبرع بالأعضاء الجينية اللي بتكون في نقل للصفات الوراثية في هذا الموضوع يعني هذا كمان موضوع شائك بصراحة ومتشعب يعني كل دولة عندها قوانينها كل دولة عندها قوانين لكن معظم الدول الحديث على التبرع في الاعضاء الداخليه نعم. مثل القرنيه العين مثل الكلاوي مثل الكبد يعني هذه الشغلات الاكثر نعم. الرئه الرئه كمان كثير اليوم في حديث كثير على الرئه بكل الاحوال ممنوع يكون شفهي لازم يكون مكتوب ومسجل في الحكومه في الدوله في المحكمه وهلم جرى حتى يتم هذا الشيء بعد وفاه الشخص اللي حابب يتبرع باعضائه طبعا للتأكيد،, للتاكيد للتاكيد على هذا الكلام نعم. جميل سورينا احنا حكينا وجهه نظر قانونيه وكيف تتم الامور بس بحب افهم ليش مم. هذا هو السؤال الكبير يا ابونا ليش ليش مثلا الانسان بده يتبرع باعضائه هذا هو سؤال كبير احنا ان كان قبل الوفاه ولا ان كان بعد الوفاه في فرق في هذا فرق كبير في فرق كبير من ناحيه نفسيه ومن ناحيه ذاتيه ونظره ذاتيه واذا نيجي نحكي على ال... الانسان ما هو تكوين من جسد روح نفس وبالتالي سلوكه هو بيعكس كل هاي الامور في انسجامها مع بعضها البعض في حالة خلل في وحدة منهم طبعا احنا بنشوف السلوك انه ببين على الانسان انه بسلوكه في عدم توازن بوحدة من هاي الجهات فلما بنيجي بنحكي مثلا على كل قضية النظرة الذاتية الجسدية الانسان كيف بشوف جسده بشوف جسده متكامل بشوفه آه كل اجزائه يعني وهو يحكي السيد تامر كليه رئه آه كبد انا شعرت هيك وانه عم تفتفت الانسان يعني وكانه أو فتفت أو <تصفيق> هو <applause> واجبه يفتفت هو واجبه يفتفت محاميين هلا اعطيه ورقه صغيره بتلاقيه طلع عليه طلع لك منها 16 ورقه هذا واجبه لا لا هو النقطه اللي بتحكي فيها يعني كثير عائلات بترفض هذا الموضوع من اجل التفتيت يعني انا بدي ادخل في اختصاص لانه لأن بتقول طب انا توفى بدي ادفنه اكرام المية دفنه م. بعض يعني الديانات بتقول لك لا بدهم ياخذوا على تشريح ويجيبوا لي اياه وفي بعض طبعا المعتقدات بتقول لك انا في ناس بيفكروا انه الكنيسه بتمنع انه هلا بدنا نسمع رأي الجناز الجنازه انه بصفي كانه فاضي لا بيبعت امراض يعني في افكار يعني خاطئه على هذا الموضوع يعني بس انا حبيت اوضح النقطه متاسف يعني أنا لا بالعكس يعني. بالعكس شكرا آه. فاللي بيصير انه كثير مرات عشان هيك بنسال لماذا سالت ابونا لماذا هو بالضبط ل التبرع لما بيتم لأنه أنا قادر على التبرع وذلك لا يضر في من ناحية نفسية ولا جسدية على فكرة وأركز على ناحية نفسية لأنه جسديا يجوز الإنسان يقدر يتبرع ويقدر يعيش بكلية وحدة بس مرات كتير في ناس بشعروا وكل وقت وكأنه نقص مني إشي نفسيا لا أتعايش مع الموضوع وهذا بده لهذا السبب فحص لإدراك ووعي مدرك عند هذا الإنسان قديش هو جاهز للعطاء للتبرع وهو واعي وهو إنسان بكل بكامل قواه العقلية بأي مرحلة نفسية هو موجود أثناء القرار بأي جيل هو موجود إحنا بنعرف أنه تحت ال 18 لا يجوز فوق ال 18 يجوز كمان هاي جن... جوانب لأنه الإنسان لا يتكامل كمان من, من ناحية تكوين جسدي يعني فكل هاي التساؤلات كتير كتير ذات أهمية طبعا الإنسان اللي هو ما بعد الوفاة يعني بالعكس هاي عطاء هاي ممكن الفكرة انه يعني عطاء للآخر لأنه هيك هيك هو غير مستفيد بس كتير مهم بالجانب التبرع الإنسان وهو ما زال حي يكون عن جد متصالح مع الأمر قادر انه يقدم وذلك لا يضر فيه صحيا لا. ولا جسديا ولا بالصحه النفسيه اللي له عشان هيك لما حكيت ابونا على التبرع بالذراع هي اصعب من الكبد واصعب من الكليه لانه الدراع انا بشوف الاخر فانا بكون شايف انه في تشابه بين اليتين no. آه عشان هيك كثير مهم قديش هذا الزرع هذا رح يكون شيء امر ايجابي اللي هو الانسان ايجابي له سلبي. او سلبي وهنا في كتير تقييمات نفسيه وجسديه لازم يتم حتى يتخذ القرار لانه هذا الموضوع عارفين بنتظر له يا بالشكل الإيجابي البحت يا بالشكل السلبي البحت بينما هو فيه أطياف وألوان كتير داخلية الواحد لازم ينظر لها طيف طيف ولون لون لأنه يفهم حالي حالي يعرف كيف يتصرف معها يعني بكفيش هقول نعم للتبرع بالأعضاء أو لا للتبرع بالأعضاء في مساحة كتير أكبر من نعم أو لا هون ده نسمع رأي الكنيسة أبونا هو نعم ولا هو لا قلنا والاطياف الداخليه شو بتقول اعتقد انه كموجز الكنيسه بتقول نعم لتبرع الاعضاء الكنيسه بتشوف انه الانسان اعطي مجانا فمجانا يعطي وانه الانسان مطلوب منا انه اذا بنقدر نعمل شيء حتى نشفي مريض انه نعمل اللي بنقدر نعمله حتى ينشف المريض بجوز الاهتمام بالمريض في عنا أو المصاب السامر الرحيم من أجمل الأمثال اللي بتحكي عن هذا الموضوع وين أجا شخص سامري اللي هو غير مؤمن بالإيمان العبراني ويلتفت الإنسان المصاب ويهتم فيه بيهتم بشأنه يعني أنه الواحد يلتفت إلى الإنسان المريض هو شيء جميل وهذا هو الأساس إنما الكنيسة تطلب أربع شروط أساسية في تبرع الأعضاء نعم. الشرط الأول الأساسي أنه يكون بإرادة الشخص يعني ما يكون في حدا عم بغصب حدا تاني أنه أقول لمرتي بدي أتبرع في قلبك مثلا المر... ال... لحماتي يعني ممكن تطلع, ممكن تطلع. المبدأ الثاني أنه يكون مجانا الأستاذ تامر حكى على موضوع التجاره بالاعضاء وهذا بدخل في في جانب شنع لانه الانسان اذا يعني كان في عوز كثير كبير في العائله في الاسره بيكون للاسف مرات عايش في حاله ياس مستعد انه يبيع قلبه مشان يقدر يعطي لعيلته وهذا الاشي مش لازم نقبل فيه ابدا انه كل انسان له كرامته له حقه بالحياه انه نيجي لانه واحد معه مصاري نقول لواحد ثاني انت ما لكش حق انك تعيش ما ما بيطلع لنا ابدا فالكنيسه كثير بتشدد على موضوع انه يكون مجانا يعني عطاء مجاني بمعنى انه بلا مقابل بنشوف كثير مرات للاسف في دول خاصه دول الثالثه وين الاطفال اللي بيلعبوا بالشوارع بيروحوا بيخطفوهم وبياخذوا الاعضاء وبيعون في السوق السوداء يعني آه هذا آه الشيء كثير شنع, شنع وكثير يعني سبب يعني احلام مزعجه للاهالي للاهالي اللي جرام اولاد اكيد يعني لكن هذا موجود 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 آه بشكل كبير يعني مثل مثل ما تفضل ابونا يعني في دول العالم الثالث ودول اللي فيها تكثر فيها الحروب يعني آه و... والتهجيرات يعني مثل مثلا الاحداث اللي بتصير اخر فتره في المنطقه عندنا تهجيرات بيطلعوا الاف ممكن آه. يفقدوا اطفالهم وكمان في موضوع الهجرات غير شرعيه بالسفن وهذا كله هذا كله بتوصل بالاخر تجاره للاسف وزي ما تفضل الاستاذ سامر لما بيكون في كمان موضوع التجاره بصفي وكانه الانسان عم بيشتري العضو من شخص ثاني هذا أخلاقيا لا يجوز أبدا يعني الشرط الثالث أن يحافظوا على كرامة الإنسان المتبرع وكرامة الإنسان المتبرع يعني اللي بنال التبرع فبالتالي لما بنحكي عن هذا الموضوع أنه أنا إذا أعطيت كليتي لحدا محتاج لإلها أنه ما أشعره بأنه أنا سبب اللي هو عايش فبالتالي أنا أعطيت لأنه بدي أعطي مش لأنه بدي أهيمن على شخص مقابل فبالتالي هذا كثير مهم انه في كتير من الدول تمنع العلاقه بين الانسان اللي بتبرع والانسان اللي بنال التبرع لانه بصفي وكانه نوع من السلطه او او نوع ابتزاز مستمد على فتره طويله وين انا عيشتك فبالتالي انت لازم تعطيني وهذا ال... هي العقليه اللي هي مش آه مش صحيه واخر اشي انه يكون الشرط الرابع انه يكون آه بمعنى ال... انه ما ي... ما نحط قيمه على حياة شخص على فوق حياة ثانية فبالتالي مش هون بدخلش في موضوع تبرع موضوع مادي إنما مثلا يكون عندي عم بصير في الجنة مرات وين الأولاد عندهم الأهل عندهم ولد مريض فبالتالي بخلفوا ولد ثاني من اجل اصلاح الولد المريض، وهذا الولد اللي في عم بتكون في بطن الام فبالتالي له قيمه اقل او مش مهم زي الولدان الولد المريض وهذا الاشي معناته ما بحافظ ما بشوف كرامه الاثنين بنفس المستوى. يعني انا بنظر للانسان اللي على قيد الحياه وما بنظر الى الانسان اللي عم بتكون في بطن امه، وهذا اشي خاطئ. نعم. انه انا بقدرش انه اجيب اولاد من اجل القطع اني اخليه سبير يعني وكانه قطع غيار زي السياره انه هذا ال ال الكنيسه كثير واضحه حساسه لهذا الشيء انه كل انسان له كرامه من الله تعالى كل ده. مبدا قطع الغيار اظن بتدخل في قضيه التجاره لما بتصير قضيه التجاره بتصير فعلا هي قطع غيار هو مش شرط انه يكون تجاره يعني اذا الام والاب عندهم ابن مريض مثلا في القلب بيكونوا مستعدين أن يجيبوا ولد ثاني على قيد الحياة مشان يأخذوا قلبه ويعطوه لابنهم الثاني هذا كمان لا أخلاقي للأسف هذا الإشي بيصير أنه بحاولوا خاصة في الأمراض اللي بتخص الدم يعني وين بده بون ميرو ترانسبلانت بيأخذوا النخاع الشوقي والأمور هاي كلها وين بسرعوا مجيء ولد ثاني من أجل إصلاح الولد المريض يعني هلا صار الإشي بشكل طبيعي وهو يجوز أن يأخذوا من نخاع الشوق مشان يشفوا الثاني فبالتالي مسموح ولكن مش لهدف أني أني أجعل من حياة الإنسان العايش أو الإبن العايش أعلى من قيمة حياة الإنسان اللي, اللي لسه عم بتكون في بطن الأم هدول الأربعة أشياء يعني كتير مهمة وبعدين بجوز في عنا خبرة عملية في أبرشيتنا وإن كان في عنا خوري شاب مليان من الفرح أبونا وليم اليعقوب من من كهنة البطركية اللي كان في عطاء عطاء يعني في رعيان شبابه وفي بداية عطائه وصابت تجلط دماغي عن عمر صغير وكان ميت دماغيا وكان على المواكن في المستشفى وامه والكنيسه اجتمعوا حتى يتبرعوا باعضائه واعطوا قلبه الى شاب مسلم كان عنده مشكله في القلب لانه شافوا انه ما فيش امكانيه لعلاج الخوري فبالتالي ظل قلبه ينبض في هذا الشاب المسلم اللي اللي اخذ قلب الخوري وكان سبب عزاء للام يعني كانت تقول انا ابني مات بس قلبه لسه حي يعني كانت شهاده كثير قوية في المجتمع وين عم نشوف انه هذا التبرع ممكن يكون تكملة الى حياة ممتلئة بالعطاء ومنلاقي انه زي ما تفضل في الدول الاجنبية هذا الاشي بيصير لما بتروح بتسجل انت لرخصة السواقة بيسألوك اذا بدك تتبرع بأعضائك ولا لا وبعدين بصفي هذا الاشي قرار وكأنه اذا انت بدك تستمر بهذا العطاء بعد ما انت تفقد الحياة او, أو بهذا المعنى سريدة نصيحة أخيرة حول ايه موضوع قدسية الحياة بدنا ايه نسكر هالحلقتين أخذنا <applause> أبونا لمحلات جدا هيك قيم جدا عالية كمان بالروحانيات كمان بإنه الإنسان يتطلع هيك وينظر إلى ذاته ويسأل حاله وين أنا من كل هذا وهذا بفكر هو سؤالنا كمسيحيين اه وين أنا بالجسد بال احترام الجسد احترام القدسية ما معنى القدسية بكل مفاهيمها بسلوكي بتصرفاتي بتعاملاتي بقراراتي اللي بتاخدها اتجاه نفسي واتجاه المحيطين فيه فأنا بآمن أنه هذا هو الأساس لما إحنا آه نحترم <applause> قدسية الحياة اللي أعطيت لإلنا ونحافظ عليها وظيفتنا بهاي, العمر، بهاي الحياة أنه نحافظ عليها ونحافظ على كل من نحب بكل الطرق شكرا خسرايدا استاذ تامر يعني بدي اشكرك انا يعني مش من ناحيه قانونيه من ناحيه بدي <applause> <دا> اشكرك قانونيا قانونيا <applause> على اتاحتك للفرصه انه <applause> فعلا مواضيع يعني اربع مواضيع هالقد حساسه وهالقد مهمه وهالقد دقيقه يعني والنقيض لالها كثير قريب يعني احنا لما بنحكي على التبرع على التجاره بنحكي على الانتحار وعلى الحياه بنحكي على القتل والرحيم فهم يعني مواضيع جدا شائكه لكن بتمنى انه احنا نكون يعني انا وزملائي يعني اعطينا فكره منيحه آه على هذا الموضوع وفعلا احنا يعني مش لازم ننسى دائما تعليمنا المسيحيه في هذا الموضوع يعني انا ما بدي اتعدى على او لكن فعلا روحانيات وفي الحلقه هاي والحلقه السابقه اخذنا لمحل كتير مهم وهذه القصه اللي ذكرها في موضوع ابونا اللي في القلب في كان حادثه قبل فتره قريت عنها هون بنت صبيه توفت وقعت وتوفت تبرعت في اللي منها يا خمسه او ست اشخاص استفادوا منها سواء كان بالقرنيه او بالكبد وكان فعلا عزاء أهلها وطلعوا قالوا وحثوا الناس واليوم كمان يعني حتى حتى لانه ابونا ذكر الأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية اليوم كمان عمالة بتحث الناس على التبرع وهذا كمان يعني تغير خلينا نقول نوعي في هذا الموضوع لأنه زمان كانت الفكر إحنا نرجع للثقافة تاعتنا أنه لا أوه. يعني ما بيصير هذا الكلام وكأنه شيء بخوف أو كأنه شيء فإحنا كمان يعني بالنهاية هو قرار شخصي لكن شكرا. أنا شخصيا بشجع الناس على هذا الموضوع لأنه أنت إذا بتقدر تساعد الناس كمان ربنا مش راح يعني راح يكافئك هذا الشيء شكرا أستاذ تامر شكرا, شكرا, شكراً, شكراً لوجودك لو معنا اللي مرقوا فعلا كان وجود قيم وآراء قانونيه واضحه تقدر توضح للجمهور وجهه النظر القانونيه في الموضوع اللي انطرح شكرا لكم ابونا برنار بجوز مننهي بكلمات البابا القديس يوحنا بولس الثاني في رساله بغايه الاهميه بتعرفوا كل دراسته كان على الاخلاقيات نعم. المسيحيه وكتب رساله اسمها ايفانجيليوم فيتي يعني انجيل الحياه وفي رقم 65 بيحكي لنا عن انه الحياه هو شيء لازم نحتفل فيه وان كنا مرضى ان كنا اشخاص عم نفكر كيف ممكن ننقل الحياه الى الاجيال القادمه انه دائما نشوف انه في كل الحالات نحن قادرين انه نعيش رساله يسوع المسيح على الارض وهذا كثير مهم بالنسبه لنا انه في قدسيه الحياه في المرض او في الموت في في كل شيء نحن ممكن نعمله، نعيش هي الرساله ونحافظ على الحياه بقدر الامكان، نتذكر دائما بانه الالم هو جزء لا يتجزا من خبرتنا الانسانيه وقادرين انه نعكس صوره يسوع المسيح من خلال مشاركتنا في الالم ان كان على المستوى المعنوي لما نحن بنفقد اشخاص بنحبهم، اشخاص مرادنا انه يبقوا معنا دائما ولكن بنعرف انه في نهايه المطاف كلنا لله وكلنا بدنا نفارق هاي الحياه نعمل اللي بنقدر عليه ونحن احياء والباقي في اذن الله تعالى شكرا كثير ابونا شكرا كثير اخت سريدة شكرا كثير استاذ تامر شكرا لك. اخوتي اخواتي المشاهدين المزبوط اذا احنا بنقول إشي بنقول الكلام ما قل ودل وبعد هذا الكلام والحديث اللي تفضلوا فيه اخوتنا الضيوف انا شخصيا ما ضلش عندي كلام الا اني هقول الحياه فيها قدسيه وقدسيتها من الله تعالوا نحافظ على حياتنا نحترمها ونحافظ على كرامتنا لانها من الله زي ما تفضل الابونا ونمشي مع الله بالاخر اللي بيمشي مع الله ما بتوه شكرا لحسن المتابعه وحسن الاستماع